بسم الله. عشان نشتغل في الموديلنج لازم يكون عندنا بريمكشن بلان، وعشان يكون عندنا بريمكشن بلان بيبقى محتاجين ان احنا يكون عندنا EIR. فعشان نعمل EIR لازم نقعد مع المالك ولازم نوضح له ان ايه اللي ممكن نعمله وايه الحاجات اللي ممكن نعملها في الموديل وايه الحاجات اللي ممكن نكتسبها. وطبعا كل ما بتزود الحاجات، يعني لو قال لك كل عايز كل حاجه بيم، يعني مش فارقه معاك فلوس، فبنبدا نعرض له الحاجات اللي موجوده. يعني على سبيل المثال لو احنا عندنا المبنى اللي احنا بنبنيه فيه حاجات حواليه، هل الحاجات دي عايز لها تبقى موجوده في قلب الموديل؟ هنعمل لها موديلنج بحيث الشخص يكتشف حوالين المكان ده يبقى عامل ازاي، ولا لا مش عايزها، ولا عايزها تبقى مجرد بس كتل مصمته بحيث ان احنا نعمل الاختبارات بتاعه الرياح والظلال وهكذا. لا ده انا عايز اوري الناس المشروع هيبقى عامل ازاي وايه الاماكن اللي حواليه، والاماكن اللي حواليه دي حاجات قويه جدا فدي زود سعره لما اجي اعمل برزنتيشن. طيب لو انت عندك حاجات مثلا ليزر سكان للموقع، هل عايز ندخلها ولا لا، السبيس اند اكيوبمنت فاليديشن، الاركتشر موديل، ايه الحاجات اللي انت محتاجها فيه، هل انت مثلا طالب مثلا دخل كل التفاصيل بتاعت الماتيريال والحاجات ديت والتكلفه والموديل سبيس، وهتستخدمه مثلا في الفاسيلتي مانجمنت والفيزواليزيشن، هل انت عايز نوريك فيديوهات مثلا، عايز ووك ثرو، عايز تشوف حاجه 4D، عايز ليفل اوف ديتيل قد ايه. فكل الحاجات دي بنبدا نساله فيها. تمام، هل انت عايز نفحص الموديل كل شويه مثلا باحد برامج الكود تشيكنج، هل انت مهتم بالسستينابيلتي؟ يعني في بعض الناس لما بيجي يحجز فندق بيدخل يقول انا عايز الفندق ده يكون مثلا حاصل على ليد الذهبي او البلاتينيوم، فبعض الناس بتبقى مهتمه جدا بالموضوع دوت. فلو انت يعني عندك استعداد تدفع فلوس في مقابل حاجه زي كده ممكن نعملها في الحساب بتاعنا. الاحمال بتاعت الاستراكشر اناليسيز، الام اي بي، هل هنعمل مثلا لايف سايكل اناليسيز، هل الباسيف ديزاين اناليسيز. ممكن هو ما يكونش فاهم التفاصيل ديت، فانت بتوضح له ايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي هي مش مهمه. يعني ما ينفعش يقول انا عايز بيم بس مش عايز 3D، انا عايز 4D. لا، ما فيش حاجه بتتعمل قبل 3D. يعني ما ينفعش ان احنا ننط على البسطه الثانيه او نطلع سلم ثاني من غير ما نطلع السلم الاولاني. اعمل موديل 3D وبعد كده اقول مثلا عايز 7D او عايز 6D او عايز واحده منهم مش عايز الثانيه، مفيش مشكله، بس لازم يكون في 3D. طيب الفيرتشوال تيستينج، عايز مثلا تصدر ملف في الجي بي اكس ام ال، اللايتنج اناليسيز. وغالبا مش المالك اللي بيقعد معاك في الحاجات ديت، بيبقى عنده مثلا هيئه استشاريه او مهندسين فبيبقوا فاهمين الحاجات دي فيقدر يعلم ايه الحاجات اللي هو عايزها. الحصر مثلا ممكن يكون هو مش عايز حاجه خالص غير الحصر، عايز يعرف المشروع ده هيكسبه ولا خسره، ولو هيخسره مش هيشتغل فيه. تمام، الكونستراكشن موديل، الكلاش ديتكشن، الديجيتال فابريكيشن بحيث ان ممكن حاجات كلها تصنع في المصنع وتيجي تتركب في قلب الموقع، فايه الحاجات اللي انت عايز تصنع في المصنع. وغالبا الدكت ورك كله بيصنع في المصانع دلوقتي، الستراكشر ستيل ورك مثلا، الكيرتن وول ممكن يصنع ويجي يتركب بدل ما يتركب في قلب الموقع وتحصل مشاكل. البلاننج اند كوميونيكيشن هتتم ازاي، الليفت بلاننج، الفاسيلتي مانجمنت. الفاسيلتي مانجمنت والاسبت الحاجات ديت المفروض بنبقى متفقين عليها من اول يوم. تمام، بحيث ما نجيش في اخر المشروع نكتشف ان عندنا فاسيلتي مانجمنت فنبدا نفتح الموديل ونبدا ندخل معلومات. من اول يوم لو حطينا المعلومات ده هيسهل علينا كتير. الكوبي بحيث هيفيدنا في الفاسيلتي مانجمنت، المعلومات اللي هو بيبقى طالبها، هل انت محتاج مثلا هتدخل الاسيت مانجمنت في عندي حاجه مثلا خاصه بالسستينابيلتي مع الفاسيلتي مانجمنت، الامرجنسي، كل الحاجات دي بنبدا نتكلم معاه فيها ونبدا نشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها. وبعد كده بنبدا نكتب البروجكت انفورميشن، بنبدا نكتب معلومات عن المشروع، اسمه ورقمه وعنوانه ومين المسؤول وارقام تليفونات الناس اللي احنا هنتصل بيها لو حصل مشكله، ووصف المشروع و الديتيلز بتاعت المشروع وايه الحاجات اللي احنا اتفقنا انها تتعمل، وفي كل مرحله من المراحل ايه الحاجات اللي انا هبدا اركز عليها. فده بيبقى زي اتفاق بينه وبينه. طبعا كل الكلام ده هيأثر او هنلاقيه بعد كده في قلب البيم اكسشن بلان.